السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وعلى احسن ويرام. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه رائعه مجربه شخصيا مني انا، ان شاء الله نتمنى انها تستفدوا منها وانها دير المفعول ديالها ان شاء الله. المهم بسم الله على بركه الله، القوام اللي عندي راه ما كيكلفش، يعني راه اي بيت غيكون فيه هذا القوام هذا اللي عندي. بسم الله على بركه الله، عندي هنايا حامضه كما كتشوفوا البنات الحامض، وعندي هنايا ماء الورد والزيت الزيتون والقطن كذلك اللي غادي نستعملوه حتى هو باش غادي ندهنوا به الجسم ديالنا. والبنات هذه الوصفه هذه راه زوينه بزاف وكتخلي رائحه طيبه في الجسم، انها المفعول ديالها كيبان على مده ديال 15 يوم 20 يوم كتعطي المفعول ديالها. وهذه الوصفه هذه لاش كتصلح؟ كتصلح لتبييض المناطق الحساسه او لتبييض الجسم عامه. وتابعوا معايا ان شاء الله طريقه التحضير، يلا بسم الله. المهم البنات كما قلت لكم الوصفه غادي نبداو ان شاء الله طريقه التحضير. المهم ها هي، غادي نشدو بحال هكا، غادي نعصرو واحد الحامضه بحال هكا، يعني ممكن تعصري جوج معالق ثلاثه المعالق علاش على حسب انك في شحال يعني بغيتي تستعملي هذه الوصفه هذه، يعني فين البلاصه اللي بغيتي تستعمليها، هي الوجه هي اليدين هي الجسم ديالك كامل، ضعفي الكميه. المهم معلقه الحامض كما شفتوا بحال هكا صغيره، وغادي نديرو كذلك المعلقه ديال الماء ورد. كنعرفو الماء ورد راه يعني مفيد مزيان للبشره، غير رشه كل صباح للبشره ديالك كيفتحها وكيخليها بيضة. هي البنات ديما استعملوا المكونات اللي كتكون الله سبحانه وتعالى يعني خالقها، يعني ما ماشي شي حاجه اللي صنعت تاع البشر اللي كضر البشره طبيعه الحال. المهم هاكا نخلطو، درت زيت الزيتون حتى هي معلقه صغيره، غنخلطو المكونات مزيان كما في هكا حتى يتجانس داكشي مزيان حتى يولي كريمي بحال هكا البنات. وهاد الوصفه هذه راه زوينه للبشره كامله، يعني للجسم اليدين، اي وحده بغات تبيض شي حاجه تستعمل هاد الوصفه هذه، راه ما كضرش يعني فيها الحامض كذلك راه مزيان كيبيض للجسم، والماء ورد كذلك، وزيت الزيتون حتى هي راه تبارك الله زوينه. المهم كنشدو بحال هكا خريقه بحال هكا، وغادي نشد داك المنطقه اللي مثلا بغيت نستعملها، بغيتي ديريها للوجه ديالك ديريها وتخليها حتى تنشرب ليك البلاصه، يعني ما تغسليها ما حتى شي حاجه، يعني ما كضرش. هذه هذه خاص يعني النساء اللي ما كيخرجوش اللي ما عندهمش العمل ولا يعني غير من المنزل ديالهم اللي كيخدموا الخدمه ديالهم، اما اللي كتخرج لبرا يعني كتشتغل برا ما يمكنلاش انها تديرها وتخرج بها، تقدر دير لها شي ضرر يعني ربما يدير لها الحامض ولا الاخر مع الشمس. المهم ما نصحش تخرج بها الوصفه هذه، كتستعمل غير اما بالليل الليل اما في الصباح للسيده اللي ما كتشتغلش على برا المنزل ديالها. نتمنى البنات تعجبكم هذه الوصفه هذه، ونشكركم بزاف اللي كيتابعوني ولاول مره كيشوفوني. وبغيت نقول لكم اللي اول مره كيشوف القناه ديالي يشترك فيها ويضغط الجرس الاحمر باش يوصل ان شاء الله كل جديد، ونتمنى ان شاء الله نزيدو لقدام والمعلومات اللي عندنا ان شاء الله نشاركوها مع جميع الاصدقاء والاحبه، والسلام عليكم.